وفجأة يأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بالانحراف ناحية الجنوب في مناورة عسكرية لتمويه الأعداء، فإن كان لهم عيون سيصلهم الخبر أن رسول الله يتجه إلى الشمال مبتعداً عن لحيان، ثم يباغتهم فيفاجئ العدو بجيش المسلمين. أيها المسلمون! أيها المسلمون! لقد أمر رسول الله بتحويل مسار الجيش إلى الجنوب حيث بنوا لحيان. هيا إلى الجنوب وطاعة! هيا بنا إلى الجنوب وطاعة! لا أفهم ما يحدث. أما زلت لا تفهم يا رجل؟ إن رسول الله قام بحركة تمويه حتى لا ترصدنا عيون لحيان فنباغته بغتا. إنها حقا لعبقرية عسكرية غير مسبوقة بين العرب. اللهم اكتب لنا الشهادة يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين على أعدائك من المشركين يا رب العالمين. اللهم آمين. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعسكروا في البلدة، ثم أرسل السرايا لتعقبهم بين الجبال وإرهابهم أينما يكونون. واستمرت هذه السرايا واحدة تلو الأخرى للبحث عنهم دون جدوى.